قدم الناطق الرسمي باسم الشرطة الوطنية بول مانغا حديثا صحفيا تحدث فيه عن عدم استخراج الكثير من المواطنين للأوراق الثبوتية للسيارات والدراجات النارية، كما دعا المواطنين إلى التعامل مع رجال الشرطة في حال قيامهم بواجبهم فيما يتعلق بالأوراق. من الأمس شفت الشرطة الوطنية قدمت ناس في المدينة الجامعية هنا جماعة قطر مرة، وشفت العربات وكيف من المواطنين صاروا نفسهم يقولوا ما لا الشرطة اليوم مرقت مشيل هسا شفتوها في الجامعة هنا ده الحربة والأجريسيون بيكا كتار في اليومات، وفي الأجريسيون اللي بيكون ده شنو باسين شنو يأجريسي الجماعة كتير الجماعة بأجريسي ناس ده رايكين بالموتو بلا بلاك وايدين في العربات ما عنده بلاك و عنده فيتر في مي واي كان هذا داك دا ما ترفع يتوقع فوقه وفي دا وايدين يردفوا ثلاثة والأربعة كله في الموتو وايد يعددوا جماعة ويجروا وفي هذا شرطة ولا تقود كيف تشوفهم بينا عشان شرطة غايت في كدمان الشاب دا الشغل الله زان في الكنترول القبيرة هسا شفتوها، لكن الكنترول ما تنتهى اليوم وده أي ما يوم كنترول لنا بوليس كما شفت الناس أنا بيسير في الشواري كلها في الارونديسوما إننا الناس أنا الكوميساريات وإننا إلما أغرين أنا بوليس كان لي الموتو ولا وطير ما إندا بلاك ولا إندا بيتر في مي يا خربو توالي واسا في العربات شفتهم هنا إننا سيارة ستة ما إندا بلاك 37 سيارات اللي عندها فيتر في مي و 642 موتو اللي عندها فوس بلاك عندنا 606 موتيات اللي عندها بلاك وفي موتو وايد في بلاك وايد كنت تلقى في الموتو 203 ده ما بيجيب لنا الانسيكوريتي في الله نطلب من المواطنين للشعب تشادين قليل يساعدوا الشرطة الوطنية في الأمالة. قدم عمدة الدائرة الخامسة حديثا صحفيا عن القرارات التي اتخذتها الحكومة المتعلقة بالزي الخاص لأصحاب دراجات الأجرة المعروفة بالكلاندو. الحكومة سوت ملاحظة في أيام الفترة الكلاندومان ده جاء بلغو صوبات كثير خدتنا اللجنة لجنة دو كومبوزي دو كونسيي مينيسيبو بسيرفيس تكنيك انا ميري انا سنك مره نسمع وشين لمين اي ما سيرفيس انا سيكوريتي دا ريبريزنتي وا وا قتن اللجنة دا اللجنة دا خدمت سو لنا بروبوزيون وما ريبريزنتا انا سينديكا انا كلاندومان انا سنك مره نسمع سو لنا فيش دانجاجما الفيش دانجاجما دا كنادم بخصيت ببقى كلاندومان وياخذين في سنك مره نسمع دا il faut que il signe في الفيش دانجاجما دا الفيش دانجاجما دا إن ده كونديشن، الكونديشن ده ناند يلimitة فيتاسا كميجري هار، الثاني ده ناند ما بسوق الموتو كلاندو وهو سكران، ده خطورة ليه هو وخطورة ليه كليان هجا، الثالث ده نبعد من الكلاندو بيشول ناس ثلاثة في موتوايت، ده كله انتردي، وبعد ده بعد من الكلاندو ماشين عندهم كليان في ورام والتليفون في أدانهم، ده كله انتردي، والبعد ده respect un code de la route parfois dans notre marche efficience envers al kanandum bi chouchou sans al envers im choga parfois kan feru wala kula human may respecter yemchou wa al akhir da al tenu de identifier narum da kalanduman wala ma kalanduman al akhir da nadum al kalanduman da wajib hu in da tenu wa moto haga kula in da kula rana tenu haga da lanna hu ma kalandura an nadum al kalandura al moto da لأنك النام ده هو عند التاني والموتور ده ما عند كولر ده سلاف دي كان سوا أكيدان كل التاني ده بمرق بزغلة وبعرض أمام نرجو دون قلنا أوبليغاتوار الموتور كله بيكون كولر حاجة ما تاني هنا نام ده سوا دون والخدمة أنا كلاندومان لاحظنا بارفا ده ناس بخدم لحد سباي قلنا ده نام ده بموتو خطورة ليا ممكن خدمة من فجر ساعة خمسة لحد 23 ده خدمة أنا كلاندومان ده بيجيفي